عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكاييل والموازين إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان، وما أخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله بعضهم على بعض. أيها المؤمنون، شواهد هذا الحديث ماثلة للعيان الآن. لما ظهرت المعاصي ولم تنكر، بل وجد من يشجع عليها بحرية الرأي وعدم التدخل في شؤون الناس كما يقولون، لما وجدت هذه الفواحش في المجتمعات ووجد من يدافع عنها ومن يروجها، وسكت أهل الخير أو تخاذلوا، ابتلوا بما ترونه من الطواعين وهي الأمراض الفتاكة.